السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شهيوات زهرة. اليوم إن شاء الله غندير لكم خبز ألماني بالثوم والفرماج الموتزاريلا. على بركة الله نعطيكم المقادير. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق فورس، يعني الدقيق الأبيض. عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة، اللي عنده خميرة حبيبات يقدر يديرها. عندي معلقة ديال السكر سنيدة. عندي الثوم مطحونة. عندي 5 ثومات. عندي هنايا شويه المعدنوس. عندي ابيض بيضه وصفار بيضه. 3 المعالق ديال زيت الزيتون، الملحه قبصه الملحه، فرماج موتزاريلا. عندي الياغور طبيعي. عندي الزعتر اختياري، هذا زدته انا من الابتكار ديالي. وعندي الماء في حاله احتاجيته، حاله ما احتاجيناش مع البيض. فيه كاين السائل ديالو، كاين السائل ديال الزيت، كاين السائل ديال الياغورت، نقدروا ما نحتاجوش على الماء على حساب. على بركة الله غنبداو دابا نديرو النواشف. غنديرو شوية ثومة مطحونة، اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليها لان عندنا ثوم كافي غنستعملوه. من بعد غندير السكر سنيدة، سكر حبيبات، غادي نديرو الملح على حسب الذوق، وغادي نديرو الزعتر. الزعتر اختياري، اللي متوفر ليه يديرو، اللي ما متوفرش ما يديروش. بسم الله. دابا نزيدو الخميرة، نديرو ابيض بيضة، نديرو الياغورت طبيعي، خاص يكون بدرجة حرارة المطبخ. اللي ما عندوش الياغورت يقدر يستغنى عليه، يدير الحليب مثلا. بسم الله. نزيدو الزيت الزيتون، اللي ما عندوش اللي ما توفرش عنده يدير الزيت نباتية. دابا نزيدو الماء دافي بشوي بشوي، ونبداو نخلطو حتى تكون عجينة متماسكة. هاي العجينة ديالنا دلكتها، غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها 11 دقائق ان شاء الله. العجينه ديالنا دابا ترتاح، بالله ما ارتاحت العجينه ديالنا. غنقطعوا القزبر ونحكوا الثومه، ونسيت واحد الاضافه، نسيت ان ثلاثه المعالق ديال الزبده غيخصوني. نقطعوا على بركه الله القزبر، بعد ما قطعنا القزبر غادي نحكوا الثومه او نبشروا الثومه وندوزوا المرحله الثانيه. ها هو الربع ديالنا قطعناه، والثومه حكيناها بشرناها. غادي نزيد عليهم هاد 3 المعالق ديال كبار ديال الزبده، وغادي نحرك مزيان معاكم مزيان. من بعد ما خلطنا القزبر والزبده والثومه، ها نتوما كتشوفوا كيولي على شكل كريمه تقريبا. نزيدوا عليه واحد الرشه ديال الثومه، ديال الثومه ناشفه مشفافة، وغادي نحركو حتى تجهز جميع المقادير. دابا غادي نقطعو فرماج موتزاريلا على هاد الشكل هذا، باش نزينو به الخبزة ديالنا. كتجي مذاق زوين بالنسبة للزعتر والفرماج موتزاريلا والبقدونيس والثوم، كيجي مذاق رائع. هذه هي العجينه ديالنا، من بعد ما ضاعف الحجم ديالها غندهني يدي بالزيت مزيان باش ما تلصقش لينا العجينه، نخرج منها الهواء.
جميع الهواء. هذه العجينه ديالنا خرجنا منها الهواء، ودابا غادي نديروها في الصينيه طاوه الفرن. غادي نديرو شويه الزيت في الصينيه باش يساعدني على اني نطلقها، باش يساعدني على اني نتحكم في الخبزه ديالنا ونستمر في الدكراس ديال الخبزه ديالنا. انا درتها عائليه، درت فيها 500 غرام لان بغيتها عائليه، اللي يقدر يدير الواحد نصف المقادير الا كانت العائله صغيره. وغنستمر في الدكراس ديالها، التطليق ديالها الخبزه ديالنا. ها هي الخبزه ديالنا قرصناها، دابا غادي ناخذ شي كوتشيه ولا ناخذ موس ولا كوتشيو صغير ولا كوتشيه وندير ليه لهذه الطريقه هذه. نستمر حتى نكملها كامله. ها هي الخبزه ديالنا شرطناها، كان غادي بلايص ما يدخل الفرماج. دابا غادي نشد، شديت البيضه صفار بيضه ودرت معها شويه الخل باش ندهنها. بسم الله. كنستمروا حتى كندهنوها كامله. صراحه هاد الخبزه كتجي هائله رائعه، لا في المذاق ولا بالنسبه للعشاء ولا الكسكروت ولا كيبغوها الوليدات الصغار، علاش لا. من بعد ما دهنا الخبزه ديالنا بالبيض غادي ندهنوها بخليط الثوم مع البقدونس مع الدنوس والثومه والزبده، ندهنوها هكا كامله حتى نتاهيو. استمروا في الدهن. ها هي الخبزه ديالنا، دهنناها بخليط ديال الثوم والثوم والبقدونس. دابا غادي نديروا موتزاريلا. بسم الله على هذه الطريقه هذه. نثبتوها هكذا. زيناها بالفرماج الموتزاريلا، غنخليها تخمر واحد 15 دقيقة ونجي معكم إن شاء الله. الخبزة ديالنا ها هي خمرات، غنديرها في الفران، نشعل عليها من التحت ومن بعد من الفوق، وإن شاء الله مني طيب أنا معكم، ولكن غير ردوا البال حيت هاد الخبزة دغيا كطيب. هذه الخبزة ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، دابا غادي نحيدها من هنا ونرجعها معكم إن شاء الله. ها هي الخبزه حيدتها من الطاوه ديال الفران من الصينيه، انا نحلها باش تشوفوا قطع طريف باش تشوفوا معايا كيفاش دايره. رطبه هشيشه، الريحه رائعه خياليه. لايك ديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.